إفادة، الخبر بالمختصر المفيد. أغسلمو مباشرة عبر المباشر. إذن كنحييه إذن بوفال عصام اخوي عندك يدك عبر المباشر مباشرة من وصول المنتخب الوطني المغربي في اللحظات وفرحة عارمة في اللحظات عدد من لاعبين اليمين في اللحظات يوفقكم تبارك الله عليكم وصلوا لكم كل تفاصيل استقبال المنتخب الوطني المغربي ووصوله الى ارض الوطن. برافو اسود الاطلس، برافو منتخب الوطني، برافو للاطار الوطني. حاليا الحافله الان غادي تمشي مرورا الى الشوارع المغربيه والشوارع بمدينه سلا وكذلك مدينه الرباط من اجل الاحتفال بهذ الابطال اللي دخلوا التاريخ الرياضي المغربي. مره اخرى مراسل جريده افاده من قلب الحدث رشيد بلمير بالمساعده السيد عادل الحناوي كنحييهم كنحيي بهذه المناسبه منذ الصباح حنا يعني مرابطين باش نوصل لكم كل جديد. مره اخرى شكرا ونتمنى اننا وصلنا لكم الصوره. شكرا والى اللقاء. إفادة، الخبر بالمختصر المفيد.